عسلي عيونك عسلي ورموش حاري وشعري جدايل غجرية وانا فيها سير وخدودي يا سلام على رقتها خلوني أدوب من حلاوتها وانا طبعي خجول يا ريت اقدر اقول انا دوب انا دوب انا دوب في عيون العسلين اوف يا سلام عالضحكة العخدود من غير ولا مين الدنيا غنت لوجودك يا جميل يا سلام عالضحكة العخدود من غير ولا مين الدنيا غنت لوجودك يا جميل والدلع البلاك الدلع خليني زيد في حضنك ولع دلع البلاك الدلع خليني زيد في حضنك ولع صبحية يا روحي ومساوية أنا دوب أنا دوب أنا دوب في عيوني العسلية غنيت مواويل الصبر جميل وسهرة الليل ملوى عينيا القلب عالي ما يرضى بديل لا في عيون العسلي غنيت مواويل الصبر جميل وسهرة الليل ملوى عينيا القلب عالي ما يرضى بديل في عيون العسلي يا بعود رمان حبك عاي ليه عني بعيد وانت في بالي يا بعود رمان حبك عاي ليه عني بعيد وانت في بالي لو كان في قلبك حنية ارحمني يوم رد علي لو كان في قلبك حنية ارحمني يوم رد علي أنا دوب أنا دوب أنا دوب في عيوني العسلي يعطيك العافية أكيد نرحب يعني فيك اليوم وصباح ورد وسعادة المطرب وعازف العود جواد سعد صبحك الله بالخير نورتنا يعني جواد خلينا في البداية نتحدث عن بداية مشوارك متى اكتشفت هذه الموهبة؟ أكيد من خلال المدرسة بلشت غناء بعمر يعني من وانت صغير؟ من وانا صغير بعمر 9 سنوات شاركت بالعديد من المهرجانات والحفلات حصلت على أكثر من شهادة ريادة على مستوى القطر واكيد الاهل لهم دعم والاقارب بهذا الشيء ما شاء الله لنمو تتذكر شو اول اغنيه غنيتها جواد؟ يا عسل لصاب الرباعي وكنت ما شاء الله حافظينها كامله حافظه الحمد لله اني ربيان يعني على الطرب الاصيل من صغري ما شاء الله الاغاني الحلوه والهادفه اكثر مطرب في نقول في عصر الطرب الاصيل والاغاني الكلاسيكيه اثر فيك وتحب دائما تسمع له وتردد اغاني اكيد المعلم جورج وسوف من كله المعلم شو أكثر الأغاني اللي تحبها لجورج وسو؟ شيء غريب جرحونا برمشي عين رح سمعك جرحونا برمشي عين سمعنا جرحونا برمشي عين يا عين كلامهم مسين سألونا نبقى مين قدمنا نفسنا جرحونا برمش عين يا عين كلامهم مسين سألونا نبقى مين قدمنا نفسنا
واللحن للقمر يا قمر معرفش يذلنا الناس طلعوا القمر وهو قمر منزلنا سيدي انت الحب نعمة جاية من السماء ومعاها أحلى نسمة للناس المغرمة للناس المغرمة سيدي انت الحب نعمة جاية من السماء ومعاها أحلى نسمة للناس المغرمة للناس المغرمة دوار على الحب تلقاها في وجود الدنيا حلوة إن دق القلب يبقى حيشكي الحب شكوى واللحن للقمر يا قمر معرفش يذلنا الناس طلعوا القمر وهو قمر منزلنا برافو عليك. طيب يعني جمال هذا الصوت انت يمكن نقول ربطة وصارت في علاقة بينك وبين أيضا العود، ليش اخترت العود بالذات من بين كل الآلات الوترية الشعبية؟ العود أكثر آلة بتتناسب يعني مع الصوت. يعني تقدر تعبر فيها أكثر. نعمة الصوت هي من الله. أنا عود درست موسيقى بناشر. العود بديت فيه يعني جواد كدراسة؟ لا بديت فيه كسماعي يعني. تمام هذه كانت البداية. الأغنية أنفذها ونفذها على العود. تمام لكن بعدها بديت تتدرب عليه يعني كان في البدايه كسماعي بس كله سماعي يعني لحد هلا بس اما غناء دارس يعني غناء شرقي تمام وكيف حسيت بعد ما تعلمت على عزف يعني العود مع الاغاني كيف تحس يعني صار لازم الاداء لازم المطرب يكون بيعزف آلي يعني بتنمي اكثر الموهبه بتساعده كثير الغناء بكثير محلات حتى بالحفلات او هيك يعني لازم يكون المطرب بيعزف آلي موسيقيه يعني حتى لو سماعي اكيد انا بفضل تكون بتشوفها افضل دراسي اكثر بس لكن المهم يكون يجدي فيه يقيدك العود بعزف بعض الاغاني واداء بعض الاغاني بدون عود يعني المطرب بياخذ راحته اكثر بيرتاح بيقيد شوي العود تمام له جماليه يعني اكيد تشوف حالك اكثر او نفسك اكثر وين جواد بالعزف ولا بالغناء لانك خاصه قلت بديت الغناء من وانت صغير تماما بالغناء بالغناء اكثر وحصرا اللون الطربي يعني ميال اكثر له من الصغر يعني جميل طيب جواد دائما تركيزك يكون فقط على الاغاني الطربيه ولا جربت ان انت تغني اغاني شبابيه طبعا يعني الفنان مطلوب منه يغني كل الالوان ويمشي مع كل الاذواق بس اللون بحس الميال اكثر اللي هو اللون الطربي شفت نفسك اكثر في اللون الطربي طيب شو بعد بتسمعنا من الاغاني الطربيه الجميله هالمره من المطرب او المطربه اللي راح نسمع لهم راح اسمعك كل ده كان ليه تمام كل ده كان ليه لما شفت عينيك كل ده كان ليه لما شفت عينيك حن قلبي ليه وانشغلت عليه انشغلت عليه حن قلبي إليه وانشغلت عليه وانشغلت عليه كل ده كان لي كان لي ولي لي كام كلمة يشبهوا النسمة في ليالي صيف فاتني وفي قلبي شوق بيلعب بي وفي خيالي طيف
فاتني وفي قلبي شوق بيلعبي وفي خيالي طيف غاب عني بقاله يومين معرفش وحشني ليه واحترت اشوفه فين وان شفته حقوله ايه غاب عني بقاله يومين معرفش وحشني ليه واحترت اشوفه فين وان شفته حقوله حيرني واللي غيرني واللي فاتني في حال ناموس سهرني ولا فاكرني ولا مش عالبال صبحني في همي وويل طول ما بفكر فيه نساني انا من الليل خلاني ابات انا جي كل ده كان ليه لما شفت عليه كل ده كان وانشغلت عليه وانشغلت عليه كل ده كان لي كان لي علي لي لي برافو ما شاء الله عليك. يعني جواد خلينا نتكلم عن دعم الاهل وتشجيعهم، كيف كان من اول ما بديت؟ يعني انت ما شاء الله عليك بديت في عمر صغير لين الحين. طبعا الاهل لهم دور كبير والاقرباء كمان بتشجيع الموهبه ودعمه وصقلها لمرحله معينه، والحمد لله متابع ما شاء الله ودائما داعمينك ومشجعينك في هذا الموضوع. جواد دائما يعني تحب انك تعزف بشكل متفرد ومنفرد ولا ممكن تعزف مع فرقه اذا كان في حفله او فعاليه او نشاط موسيقي؟ مع فرقه اكيد بفضل العزف مع فرقه. يعني ليش؟ برتاح اكثر، بياخذ راحته، بتحس براحه اكثر العازف في الغناء. يعني طب في مطربين، في مطربين جميل متوحد يعني. طيب يعني جواد في مطربين وايضا وفي نفس الوقت عازفين عود مثل فريد الاطرش وغيره، كي. انت متاثر بمنو؟ منو اكثر فنان تحبه في هذا المجال؟ الاستاذ الكبير فريد الاطرش، يعني كلنا بنتعلم منه، متاثر يعني من الصغر بفريد الاطرش، بوديع الصافي، ام كلثوم. لازم نسمع العمالقه لفريد الاطرش. بتسمعنا؟ راح اسمعك. جاهزي صح، سمعك شيء ثاني. خذ راحتك. لو نويت تنسى اللي فات واللي كان الذكريات، لو نويت تنسى اللي فات واللي كان ذكريات، انه غيري خد مكان وانه قلبك مش عشان، وانه غيري خد مكان وانه قلبك مش عشان، ليه تجرحني في كلامك؟ طب ما تهرب من سكان.
الله يعافيك. جواد، وين تشوف نفسك في مواقع التواصل الاجتماعي، السوشيال ميديا اللي يمكن البعض يلجأ لها عشان سرعة النجومية والشهرة؟ وسيلة مهمة يعني للشهرة والتواصل، فإن شاء الله عم نتعب عليها يعني، إن شاء الله وصل لمرحلة حلوة فيها إن شاء الله. وشو بدأ شغل يعني، بدأ يبالها الفنان يشتغل على نفسه، خاصة أنه في وايد ناس حتى لو كانوا مؤدين ويمكن ما كانوا يمتلكون الأصوات الموهوبة أو الأصوات الجميلة، تشوفهم بعد متواجدين، وللأسف يعني في ناس تتأثر فيهم صح، وممكن يوصلون بسرعة لعالم الشهرة أو النجومية. جواد، شو رأيك في مشاركة الفنان سواء عازف العود أو المطرب والفنان نقول في الحفلات أو في الأنشطة طبعاً مهم الموسيقية؟ يعني مهم تنمي موهبته يعني، من خلالها بيقدر يوصل للناس، يوصل صوته. مهم، انا بشجع يعني اي حدا عنده موهبه يبلش فيها من الصغر يعني، سواء بمجال الحفلات، مهرجانات، مطاعم، باي مسابقه، باي مشاركه، يدعم حاله ويبلش بهالمجال يعني. شاركت في شيء من هذه الاشياء او الحفلات ولا في راح يكون ان شاء الله مشاركات؟ ان شاء الله في مشاركات لقدام، وشاركت بحفلات مهرجانات على مستوى القطر يعني، حصلت من خلال يعني على شهادات يعني. لك مشاركات، كيف كنت تحس ردود الافعال الجمهور يعني، خاصه انك قاعد تشوف ردود هذه الافعال؟ خصوصا كنت بعمر صغير يعني، فكان متى تقريبا كثير الفت انتباه، بعمر يعني 12 سنه. هذه كانت اول مشاركه؟ اول مشاركه، وحصلت على ريادي على مستوى الافعال او الاصداء. كثير كثير تلاقي نتيجه يعني. حلو، شو اكثر لهجه تحس انك تقدر تتقنها وتغني فيها دائما بشكل دائم بصحبه العود؟ يعني الطربي المصري الخفيف هيك اكثر شيء. عبد الوهاب، ام كلثوم، جورج، اللون الطربي. والخليجي؟ والخليجي اكيد راح. جربت خليجي؟ اكيد. طب خلينا نسمع. راح نسمعك. يلا. انا كل ما نويت انساك ليك الذكرى ترجعني، ترى للحين انا احبك واشوفك بين حين فراقك. يا فراق كسر قلبي وعذبني، وانا نذر علي ابقى احبك لين يوم الدين. فراقك يا فراق كسر قلبي وعذبني، وانا نذر علي ابقى احبك لين يوم الدين. حبيبي تدريش اللي فيك، غيابك حيل تعبني، احسك طرت من ايدي اذا فجأة تغمض العين. ما حد غيرك يبكيني، ما حد غيرك يفرحني، جميع الناس في قربي وناطر مجيتك للحين. فراقك يا فراق كسر قلبي وعذبني، وانا نذر علي ابقى احبك لين يوم الدين. وانا كل ما نويت انساك ليك الذكرى ترجعني، ترى للحين انا احبك واشوف بين حين وحين. الله عليك. طيب جواد، يعني هاي الأغنية الجميلة للفنان القدير الإماراتي المتميز حسين الجسمي المحبوب أكيد في الوطن طبعا العربي، منو بعد من المطربين الخليجيين اللي أثروا فيك وتحب تغني أغانيهم؟ راح أسمعك. سمعنا، إحنا مستمتعين. توحشني وانت بجنبي، واشتاق لك لو تغيب، واحسد عليك حتى نفسي، واخشى يمسك غريب، واخجل إذا جات عين صدفة في عينك، وأصير
مربوك حاير في أمر من فرحي أبغى أطير وخجل إذا جاءت عين صدفة في عينك وصير مربوك حاير في أمر من فرحي أبغى أطير من بعد ما زحوا لعب أهو حبك صحيح واصبحت مغرم عيونك ومسيت قلبي طريح من بعد ما زحوا لعب أهو حبك صحيح واصبحت مغرم عيونك ومسيت قلبي طريح. الله عليك. يعني جواد لو نتكلم على وجود الفنان وخاصة الشباب اللي مثلك وهذه المواهب الجميلة اللي تحمل هذه الأصوات الرائعة في دولة الإمارات، كيف تشوف هني الدعم والتحفيز وجودك بالتحديد في دولة طبعاً. السعادة؟ دولة الإمارات يعني ألف شكر إلى سعد المواهب عبدالنيه هون عم تقدم كثير معطيات، يعني إنه يقدر الفنان يشتغل هون ويوصل للإعلام أكيد، وكان من أهم الإقامة الذهبية طبعاً. اللي شجعت وايد مواهب يتواجدوا أكيد. في دولة الإمارات كثير سهلت أمور على الفنان إنه يستقر هون يعني من فعلاً. خلال الإعلام من خلال الإقامة الذهبية. جواد راح نشوف لك قريباً نقول عمل خاص فيك أنت؟ إن شاء الله في هيك شيء. يعني مفكر؟ مفكر يعني قيد التخطيط. حلو، طيب شو الأشياء اللي تختارها أو المعايير اللي قبل ما تختار الأغنية تكون محطنها في بالك عشان تختار فعلا أغنية تشوفها مناسبة لك؟ أكيد أكيد، يعني اليوم لازم الواحد يرضي كل الأذواق، بس اليوم يعني الفن مختلف شوي عن قبل أو عن الأغنية الطربية، فاليوم الواحد لازم أنه يمشي مع السوق يعرف كيف ينزل أغنية من كلام من ألحان لمن تمشي أو تلاقي صدى يعني. حلو، نسمع منك شيء بعد؟ يلا. قلبي سعيد وياك يا حياتي، وياك يا حياتي، قلبي سعيد فرحان فرحي، قلبي تهنى أيوة تهنى بيوم العيد، قلبي سعيد وياك يا حياتي، وياك يا حياتي، قلبي سعيد فرحان فرحي، قلبي تهنى أيوة تهنى بيوم العيد، حبك خلى كن فعلي أجمل عالم من حواليا، حبك خلى كن فعلي أجمل عالم من حواليا، كله جديد في جديد، كله جديد في جديد، يا حياتي يا حياتي يا حياتي، أول مرة بشوف الدنيا، دنيا كبيرة ومسيعاني، أول مرة بلاقي لعمري طعم ومعنى جميل الإنسان، أول مرة لما جت كلمة قال كلامي كأنه أغاني، أول مرة بحس بإني بعد الحب بقيت شي تاني، عندي شعور وردية بترقص بالأغصان، حاسة بنشوة عصفور غنى له الكروان، عندي شعور وردية بترقص بالأغصان، حاسة بنشوة عصفور غنى له الكروان، لو تعرف بس يا غالي انت بقيت ايه بالنسبة لي، لو تعرف بس يا غالي انت بقيت ايه بالنسبة لي، روحي
عقلي قلبي أمالي، أنت المنى من غير تحديد، حبك خلى الكون فعلي أجمل عالم من حواليا، كله جديد في جديد، كله جديد في جديد، يا حياتي يا حياتي يا حياتي. يعطيك العافية. يعني جواد، بالنسبة للموهبة الشابة نقول في بداياتها، شو أكبر تحدي واجهك؟ يعني أول ما بديت تواجه الشخص كثير صعوبات، يعني لازم يكون في تشجيع من الأهل أهم شيء. حلو، وين تشوف يطور موهبته. جميل، وين تشوف نفسك في المستقبل سواء مع العزف أو مع الغناء؟ إن شاء الله، يعني الطموح كبير، بس إن شاء الله أنه أوصل لمكان يرضيني، لاقي نفسي فيه فنيا يعني. إن شاء الله. طيب قبل ما نختم مع المشاهدين، راح نرجع لك ونبقى نسمع منك أوقاتي بتحلو، تقدر تجهزها؟ بنشوف بعد. تمام، راح نرجع لك اكيد. مشاهدينا، وصلنا لنهايه مشوارنا الصباحي وياكم في برنامجنا الصباحي صباح الخير يا وطن. ترينا باكر في نفس الموعد الساعه 10 الصبح، فقرات اخبار جديده ومتنوعه وضيوف متميزين، في امان الله. تفضل جواد. سمك الوديع الصافي. تمام. ويلي لو يدروني يابا، ويلي لو يدرون من قلب بهواك، لكن أهلي ما يرضون. ويلي ويلي لو يدرون، ويلي ويلي لو يدرون، قصدون يتجوز بن عمي وبعد عن دربك، وابن عمي قلبي ما يريده وانت اللي بحبك. قصدون يتجوز بن عمي وبعد عن دربك، وابن عمي قلبي ما يريده وانت اللي بحبك. هدي يا دمعة عين، لا تنامي يجفون أهلي، أهلي ما يرضى. ويلي 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 لو يدرون، ويلي لو يدروني يابا، ويلي لو يدرون من قلبي بهواك، لكن أهلي ما يرضون. ويلي ويلي لو يدرون، ويلي 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 لو